كأنشي حقيقة يحكى عن غارتين حتى الآن. غارة استهدفت مبنى سكنيا في الجناح في قرب مستشفى الزهراء، وغارة أخرى أيضا استهدفت مبنى سكنيا آخر في منطقة جندولين أيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت. بحسب الصور، لا أدري إن كان يعني وصلتكم وبدأتم تعرضونها، صحيح. بالمبنى الأول، المبنى بالقرب من مستشفى الزهراء، هو حوالي 11 طابقا، وتم استهداف الطابق الثاني، ولكن على ما يبدو الشقة المقابلة والشقة الفوق هي متضررة. والمبنى في جندولين نفس الموضوع أيضا، هو مبنى سكني وتم استهداف آخر طابقين. أنجي، يمكننا القول بأنه من وراء ملاحظاتنا لذلك، فأنه عادة عندما تستهدف يعني شقة معينة بمبنى سكني تكون عملية استهداف لقيادات ما، أو قيادات في حزب الله، أو قيادات ب يعني فصائل فلسطينية أخرى. هذا ما يمكننا قوله حتى الآن. طيب، حتى تتكشف المزيد من المعلومات عن طبيعة الهدف كما تقولين في هذه الغارتين، في هاتين الغارتين، كريستيان، يعني نسمع صوت عندك، وكان منذ قليل كلام أيضا عن تحليق لطائرات استطلاع فوق بيروت، يعني لو تشرحين لنا التفاصيل والمعلومات حول هذا الأمر. بالفعل أنجي، حتى الآن نحن لازلنا نسمع طائرات مسيرات الاستطلاع تحلق في سماء العاصمة على علو منخفض جدا. هي تتوقف مثلا لساعة ومن ثم تستأنف هذا التحليق، وبدنا نلاحظ بأنه دائما تكون هناك عمليات تحليق لطائرات الاستطلاع لفترات معينة، ومن ثم يعني يضربون بغارات مناطق معينة، إن كان ما يقولون بأنها مخازن تابعة لحزب الله أو استهداف لشخصيات بمبانٍ سكنية، على غرار ما شهدنا الآن في منطقة الجناح، وما شهدنا أيضا الأمس في منطقة الكولا. وبالتالي حقيقة حتى الآن يعني لا تغادر هذه المسيرات، مسيرات الاستطلاع، سماء بيروت. مع أنه فيما لو تحدثنا عن الغارات، بالأمس سقطت 8 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، ومن بينها، وهذا ما أصدر يعني بشأنه حزب الله بيانا مستنكرا، بأنه تم استهداف ما يقولون إنها قناة الصارات، وقالوا بأنهم يستنكرون استهداف مبنى ثقافي وديني. وبالتالي عمليات الاستهدافات لا تزال مستمرة، إن كان لمخازن الأسلحة أو حتى للشخصيات أو قيادات في حزب الله. بما أننا نتحدث عن هذه القيادات أنجي، اسمح لي فقط أن أشير إلى طيب بالتأكيد كريستيان، ولكن التي سقطت مع، لو تسمحي لي يعني سأدعك تكملين ما كنت تتحدثين عنه، ولكن ونحن معك الآن نشاهد صور جديدة وأخرى لآثار الدمار للغارات على الضاحية الجنوبية. تفضلي كريستيان. أنجي، كنت أشير إلى أنه تم بالأمس تشييع القيادات التي سقطت مع السيد حسن نصر الله في الغارة الأساسية على الضاحية الجنوبية لبيروت. كان تشييعا على مستوى ضيق جدا، حضره فقط قياديان من الحزب، وهو النائب عن منطقة بيروت حسن فضل الله، إضافة إلى مسؤول الأنشطة الإعلامية، من بين الأسماء طبعا علي كركي ونبيل قاووق وأسماء أخرى، قيادات بارزة لم نكن حتى يعني نعلم بهذه الأسماء أو لم نرى صورهم قبلا. ولكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كان سيكون تشييع السيد حسن نصر الله بهذه الطريقة أم سيقام له تشييع شعبي. يتم هنا يعني ترداد أنه أشار في وصيته إلى رغبته في أن يدفن في النجف الأشرف في العراق أو في إيران، ولكن لم يتم التحقق من ذلك، ويقال بأن الحزب يخشى أن يجري له جنازة شعبية، لأنه فيما لو حضرتها قيادات ستستهدف إسرائيل ما تبقى من قياداتهم. طبعا هذا كله يحدث بالتزامن مع التوغل البري المحدود الذي تحدثت عنه إسرائيل، والذي نفته اليونيفيل، لم تنفيه اليونيفيل، ولكن قالت بأنها لم تخلي مواقعها،
أيضا الجيش تحدث عن عدم انسحاب وإنما عن إعادة تموضع في النقاط الحدودية في الجنوب، وحزب الله نفى هذا التوغل قائلا بأنه لم يدخل العدو بعد، أفراد المقاومة لم يشتبكوا معهم، ولكن هم مستعدون لهذه الاحتمالية وفق الخطط الموضوعة والتي كان صادق عليها السيد حسن نصر الله. طيب إذا نؤكد معك كريستيان، بحسب العواجل أن الغارة الثانية على ضاحية بيروت استهدفت مستديرة السفارة الكويتية في بئر حسن. إذا نحن نتابع تطورات هذه الغارة أو الغارتين كما ذكرت كريستيان على الضاحية الجنوبية. طيب طيب نشاهد الآن كريستيان ونحن معك لحظة وقوع الغارة في الضاحية الجنوبية، نشاهد. يا محمد أول مرة تشوفه لايف بهاي الطريقة. شو مستشفى الزهراء؟ شو بدهم؟ هيدي الحالة، أنا وصلت هلا على الحالة، صار باتجاه هون جندولين. جندولين هيدي الحالة يا شباب، هيدي الحالة، أنا وصلت هلا على الحالة، صار باتجاه هون جندولين. جندولين هيدي الحالة يا شباب، هيدي الحالة، أنا وصلت هلا على الحالة، صار باتجاه هون جندولين. جندولين هيدي الحالة يا شباب، هيدي الحالة، أنا وصلت هلا على الحالة، صار باتجاه هون جندولين. جندولين هيدي الحالة يا شباب، هيدي الحالة، أنا وصلت هلا على الحالة، صار باتجاه. طيب أعود إليك مرة أخرى كريستيان، يعني اليوم الهلال والصليب الأحمر يتحدثان أن الأمر تصاعد إلى أزمة إنسانية، وهذه اللقاءات لنجيب ميقاتي مع مسؤولين. طيب إنجي فقط، نعم فقط دعيني أشير إلى هذه الصور الآن للنازحين وهم يستلمون المستلزمات الأساسية من فرش وغيرها. هؤلاء النازحون معظمهم من السوريين افترشوا الأرض هنا في ساحة الشهداء في وسط بيروت، كانوا ينامون بالعراء أمس وكانت يعني كانت تمطر في الليل، على ما يبدو وصلتهم الآن هذه المساعدات البدائية وهم يبقون هنا ريثما يتم تأمين مراكز إيواء لهم. بالفعل هذا ما كنت سأسألك عنه بالفعل كريستيان. نعم يعني اليوم الهلال الأحمر والصليب الأحمر يتحدثان عن تصاعد الأمر إلى أزمة إنسانية، وكان هناك لقاء لنقاطي مع مسؤولين من دول مانحة، ونحن شاهدنا معك الآن هذه الصور مباشرة للنازحين وهم يتسلمون بعض المساعدات البدائية. كريستيان فيما يتعلق بهذا الأمر، الاستعدادات حتى الآن لمساعدة كل هؤلاء هذا الرقم الكبير من النازحين ومراكز الإيواء والقدرات الاستيعابية؟ بالفعل أنجي نحن نتحدث عن حوالي 1,000,000 نازح، يعني حتى بأن الحكومة وصفت هذا العدد الهائل بأنه عادة لا يحدث نزوح بهذا الكم إلا في حالات الكوارث الطبيعية، يعني ينزح هذا العدد الهائل في غضون فترة زمنية قصيرة جدا. يعني الحكومة اليوم عقدت اجتماع مع الجهات المعنية، مع المنظمات الأممية، مع سفراء الدول المانحة، وقالت بأنها بحاجة ل 427,000,000 دولار من أجل تأمين هذه يعني حتى الأمور الأساسية. نتحدث عن وجبات غذائية، عن فرش مثلا، عن يعني حتى لم يأتوا على سيرة الأدوية مثلا لهؤلاء النازحين. وتوفرت يعني وفروا مراكز إيواء، ولكن المراكز الإيواء التي وفروها هنا في العاصمة أو في صيدا أو في شوف أو في علاي يعني خلص فاقت سعتها الاستيعابية. نعم. وبالتالي طلبت من الحكومة من هؤلاء الذين على غرار. طيب كريستيان يعني الأخبار العاجلة بطريقة مؤقتة تتواتر، يعني أشكرك حتى اللحظة، وبالتأكيد سنعود إليك مفادة الحدث كريستيان بيساري، شكرا جزيلا لك حتى